السلام عليكم أصدقائي، تحياتي لكم. اليوم اختاريت لكم هذه الشجرة الرائعة والجميلة والمثمرة، وهي شجرة التين. تعتبر شجرة التين أخوان من أقدم الأشجار المثمرة وأطولها عمرا، وهي شجرة لها قدرة عالية على تحمل الظروف الجوية المختلفة، شجرة مقاومة للأمراض، ولثمارها قيمة غذائية كبيرة، وأيضا لأوراقها. شجرة التين شجرة متساقطة الأوراق أخوان، يعني ثمرتها حلوة المذاق وبأكثر من لون، يعني منها الأحمر المائل للسواد ومنها الأخضر المائل للصفرة. أيضا شجرة التين لا تحتاج إلى سقي مستمر، يعني ما يصير تسقيها باستمرار، وإنما تفضل أن تسقى سقي متباعد وانتظام، ما عدا عندنا شهرين السابع والثامن في العراق ترتفع درجات الحرارة في العراق قد تصل إلى 60، يعني يختلف هنا الوضع. كما أنها شجرة لا تحتاج التسميد بكثرة، يعني بالسنة، يعني التسميد مرة أو مرتين، يعني مرة في الربيع ومرة قبل نضوج الثمر بفترة، يعني كي تعطينا ثمرة ناضجة طيبة. أما الأمراض اللي تصيب هاي الشجرة فهي أكثرها يعني حشرية، يعني مثل العناكب. وأوراق الشجرة أخوان شجرة التين يعني أوراقها جامعة للأتربة، يعني لا ينصح برش الشجرة أو يعني أثناء فترة نضوج الثمر، يعني إذا تريد تغسلها أو ترشها بمبيد يعني لازم مبكر حتى لا تأثر على الثمرة وبالتالي تأثر على صحتنا. يعني بالنسبة للي يريد يسوي بستان أو يستفاد تجاريا من شو اسمه شجرة التين، يعني المسافة يجب أن تكون بين شجرة وأخرى يعني 5 أمتار. أما بالنسبة للتقليم يعني لا يجوز تقليم الشجرة تقليم جائر، يعني حتى لا تأثر على شو اسمه نمو الفاكهة. بالنسبة للتربة اللي تنبت بها شجرة التين، يعني شجرة التين شجرة قوية، يعني تنبت في كل أنواع الترب، ولكن أفضل تربة ملائمة لها يعني هي التربة المزيجية أو المخلوطة. شجرة التين يعني كيف تتكاثر؟ يعني هناك عدة طرق لتكاثر هذه الشجرة الرائعة. يعني الطريقة الأولى طريقة الترقيد الهوائي، يعني من غصن يعني عمره من سنة إلى 3 سنوات يعني تنجح هاي العملية. وهناك طريقة أخرى طريقة العقل، يعني العقلة من 35 سنتيمتر إلى 40 سنتيمتر، وهي طريقة ناجحة ومجربة. أما الفوائد الصحية يعني لشجرة التين مع يعني الثمرة، لها فوائد كثيرة للإنسان، يعني لها قدرات علاجية كثيرة، يعني أهمها يعني تقليل نسبة السكر بالدم، يعني تأخذ الأوراق وتغليها وتبي تستخدمها، وأيضا تقي من تليف الكبد، كونها مضادة للأكسدة، تقضي على بكتيريا الدم وتعالج ارتفاع الدم، يعني الاحتواء على البوتاسيوم، وأيضا تقوي الأوعية الدموية والجنسية لاحتفاظها على الأحماض الأمينية، وأيضا تعالج عسر الهضم. يعني شجرة مهمة جدا أخوان، وهي شجرة مثمرة رائعة مثل ما قلنا، عمرها طويل وأيضا مثمرة. هاي المعلومات كلها عن شجرة التين. تحياتي أخوكم أخوان، أخوكم سعد كامل.